جريمة خطيرة تتمثل في ارتكاب جرم السرقة واستخدام الحرق وسيلة لإخفاء الجريمة وتدمير الأدلة في واقعة تعمد حرق مخازن بعد اختلاس بعض معدات المخازن. فما هي القصة؟ بعد الحريق الذي نشب في مخزن شركة الأعمال الكهربائية، تم إرسال المحقق إلى موقع الحادث لتفقد الأضرار وتسجيل الخسائر المادية والتحقيق في سبب الحريق. واستناداً إلى تقارير الخبراء، توصلت سلطة التحقيق إلى أن سبب الحريق هو وجود مواد قابلة للاشتعال بالقرب من معدات إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية، وتم تسليم تلك المواد إلى مصدر حراري، وهو ما أدى إلى نشوب الحريق في المخزن الذي يحتوي على جزء من مكونات المعدات الكهربائية التي تبلغ قيمتها 179 مليون و 370 ألف و 264 يورو. في سياق البحث نفسه، توصلت سلطة التحقيق إلى أن الحريق تم إضرامه عمداً بعد حوادث اختلاسية بعض ممتلكات المخزن، وقد تم استجواب مسؤولي الشؤون الإدارية والتجارية والمخازن والأمن والسلامة، بالإضافة إلى اثنين من حراس المبنى. استناداً إلى هذه الأدلة، قررت النيابة العامة حبس جميع المتورطين في القضية، وأمرت جهات إنفاذ القانون بضبط المشتبه بهم في إشعال الحريق وإحضارهم. ولم يتمكن رئيس مجلس إدارة الشركة من حضور التحقيقات، وبالتالي غيب عنها.